أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي. رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان عن الكآبة التي قد تقود الإنسان إلى التغيير وتوقظه إلى الانتباه من جديد. وأضاف قداسته قائلاً: إن الذين يريدون أن يعملوا الخير فالطريق أمامهم ضيق وشاق. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على مادة من مواد التمييز وهي الكآبة. قال: عرف القديس إغناطيوس دي لويولا الكآبة بأنها ظلام في النفس واضطراب داخلي ونزعة إلى الأمور الدنيا والأرضية وقلق بسبب مختلف الانفعالات والتجارب. وتميل الكآبة بالنفس إلى عدم الثقة وعدم الرجاء والمحبة، ويجد الإنسان نفسه معها كسولاً وفاتراً وحزيناً وكأنه منفصل عن خالقه وربه. ومع ذلك ففي الكآبة شيء إيجابي. التغيير في الحياة المليئة بالرذائل يمكن أن يبدأ من حالة حزن وتأنيب ضمير، فالكآبة توقظ الانتباه من جديد أمام خطر محتمل أو خير مهمل. لهذا السبب هي ضرورية لحياتنا وتحمينا حتى لا نسيء إلى أنفسنا وإلى الآخرين. وقال قدسته: الذين يريدون أن يعملوا الخير قد يكون الحزن لهم عقبة بها يثبت المجرب عزيمتهم، لكن الإنجيل يذكرنا بأن الطريق نحو الخير ضيق وشاق ويتطلب نضالاً وانتصاراً على الذات. لذلك من المهم للذين يريدون أن يخدموا الرب يسوع ألا يسمحوا للحزن بأن يسيطر عليهم، وعليهم أن يتبعوا قول الحكيم: لا تغير شيئاً وأنت في حالة كآبة. الوقت الذي يمر وليس مزاجك في لحظة الحزن هو الذي يبين لك هل خيارك صواب أم خطأ. إن عرفنا أن نعبر الوحدة والكآبة بانفتاح ووعي، يمكننا أن نخرج أقوى من الجانب الإنساني والروحي.